بر يوم بعد عفر متل سنة متوكسين تافي أساكي حادا اللي هي طالسة سندوم سنة نمال في كلا وطنا كفري أو يا الحرافة تا نقوم فرم روبان فراها هاي تبي جو يهتبا تبشتون يتفرم دي سيدت تهتن دي سيدتها يان قادة تنجايتي روبا يان فرمو يو ويسرانا وراري كي اللي ما حسام رشي تحيل سيسك روبا يان فرمو هسوكو حي روبا هاي أم حرافة يا بيوه تبا تبشتون إن شاء الله زاريهم ملك تملكو يتفرون غازيتينيا سومنوم يمي أسترالي فول سلا سومالينا سلا عفار كلل بمدفو أمارينيا يغلط إسل هوني يهن دي أستراكل نوم يهن ملك تملك اللت ليلا يتوب تحس بدمو يمدي سمان فلقال لين ليلا ودسورا دمو يهن سويم هوني سومنوم بعفار حزب الله يمدرغو ورارا بتعيد كم يوردون سوتش يليك ببرب بقوندا كتلات قون تسلفة شو ورا لم يتادر قبين سوتش يتوب يا حزب من نزي سوتش إن دوكسلين يتوب يا حزب بتستينات يا كيا كربالو عندنا يتوفرون غازتنا سومنو ملكو يا سومالي كل الناس الأفار كل اللي ميانا سو يمياستر اللي فو ملكت بتام وشط يا اللي بطلون وراري ناتا وراري عندهم مدرك عندهم مسمسل تلك ستاتنو يهت لاي نو ستاتو يميل تياكي لنسا يجلا ستاتو كتتا يتوك تاهزم داس ورا اندي سمان من فلغو يهنيا كلل يهتا وراري طورنات اواج بتلبزين بسوصال ميديا او تتو يورانين سومالي كلل مهنو هلوم سو يوكا اتو مصطفى لسومالي كلل ديباتي بين برلمان سبسيبو بعفار حزب لاي تورنا تواجين داوتا يال سما يالا يسو يالا مسلم بجلس تورنا تواجي داوتا وصونا زنبولو يتكالكالي يالو سو اكل يهون الوي زنبولو يتكالكالي يالي سو تورنا مالي تتالا الوي لمن تكالكالا چو يتورنا چو يميل كهوني النوكي أتو حجا والعربا أن دمكن طورنا تواج بعفار تلبزين لاي بلمان سبسوي كل المنجس سبسوي كل التمراتو سن سبسيبو أو تتوال طورنا تواج أو تتوال يمتلو كهوني اندزي بقل ساكر بولن كزيوج بقل سبعفار لحزب لاي طورنا تجاواجو كل البرزدانتنا راسون يتكلكل يالو بريزيدنت وكل ما فردنا وكل ما قرب تككنا وي لايتوبيا حزب نو يهن زينا اندزي ما استرالفو تفرو ميبال غازيتينيا توراري نينيا عندم كان عفار كليل بريزيدنت يكليل بارلما سبسيبو طورنا تواجهو تتاوكم طورنا تواجه بايفا بغيلسي مصطفى كلير مكلبة سبسيبو بعفار حزب لاي تورنات اواج او تتو بتلبزين بسوسال ميدا ان داواج هلا تو سمتا تشال ان يارا ساتشين يتكلكلن نو اندين كان سلا تورنات اواج بتلبزين بسوسال ميدا ينيا منغست او تتو اوكم يه سويه من فلغونو زمبلا نيجي سبسيبن اندني القف اندنال اندي تشارسن فلغونو باكا تو بلن كلير من فيدرال منغست موكرا درغو يا مانو تاباتو تشمو كورا درغو يا سلام مينستر سينتيغيزي مو كورا درغو ام بي ان يا عفار اگر كالو استدني كال كمن كال زرف كال گدن انولي من ندر يملوت كلل غارا يا عفار كلل امتتو وكل مدرجنا وكل زينا مستلالف تككنا و ايتوبيا حزب باجل صتو نتا واجي يا واجو كللنا زمبرو راسو يتكلكل لا لو كلل وكل اسمسلو وكل وراء رأس مسلوم يا وراءه وتفرن غازيتينيا يهن بجلس عفار حزبني كرتاني تايكنو بيتوبيا حزب فتن من تايكونيا مكنياتهم عندان مسلمين يا يهن مصطفى محمد مبال سوية بجلس كلين مكيب مكلين مكيب سبسيبو تورنا تواجين داواجو هل لتوبيا يتاو قلاج اسكي عندي كان عفار كلين منجست تورنا تواج بسومالي حزب لاي او تتو كاوا كايا چوت اسكي عندي بيدوا كربلين عندي منجستا كال تورنا تواج عندما كان
ስለዚህ ጦርነት አዋጅ ያዋጀ ሰው ነው ወንጀለኛ ወይም ጥፋተኛ ዝም ብሎ የራሱን ህዝብ ራሳቸው የሚከለከል ሰው ነው ይሄን እናንተ ፍረዱ ለእናንተ ነው የሚተው ይሄ ፍርድ ይሄ ሰውዬ በግልጽ በአፋር ህዝብ ላይ ወረራ ዘመቻ ከጥይት የበለጠ ሲም መጥፋት በእኛ ላይ የደረገ ስለሆነ ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ጋዜጠኛን በአስቸኳይ ይቅርታ እንዲጠይቅ እንድታደርጉ ነው ሶሻል ሜዲያ ላይ ያላችሁ ሰዎች ምናሳስበው ግልጽ ነው እኛ አማርኛ የምንነግረው ያለው ምናልባት እንደናንተ በደንብ አማርኛ ባናውቀው ጦርነት አዋጅ በግልጽ ያዋጀው ክልልና በቴሌቪዥን በሶሻል ሜዲያ ያዋጀው አዋጅ ያወጣበት ክልልና እኛን እኩል መፈረድ ምን ይባላል ይሄ እናንተ ፍረዱ ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚተወለ በእኔ አመለካከት ግን ይሄ ሰውዬ በግልጽ አፋር ህዝብን ይቅርታ መጠየቅ አለበት በግልጽ ምክንያቱም በየጊዜ በመንግስት ደረጃ ተሞክሮ ለምሳሌ ከዘመነ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስታት ጀምሮ ዶክመንት አለልኛ እሱን ከፈለጋችሁ እናቀርባለን ከ1941 ጀምሮ የተለያየ መንግስታት ንጉሱ በየቦታ ላይ ከላ ወሰን አድርጎ እዚህ ቦታ እንዳታልፉ ከዚህ እንዳታልፉ እያለ ወሰኔ የሰጠበት ሀረር ተክላይ ግዛት ነበረ አገር ግዛት ሚኒስቴር ድረስ ሁሉ የመከሩበት እንቢ ያሉበት ዘሎ የመጡ ከኋላ ሶማሊ የሆነ ከፊት እነሱ ያረጉ እየወረሩ የመጡት መሆኑ ሁሉም መንግስታት የመሰከሩበት ዶክመንት አለኛ በእጅ ከዛ ወዲህ አሁን በግልጽ ደግሞ የሶማሊ ክልል የሚባል ክልል ጦርነት አዋጅ እንዳወጣበን እያወቀ ከኛ አንድ ነገር የተሰማ ነገር የለም ከኛ መንግስት አንድም የወጣው ነገር የለም ይሄ ሰውዬ በግልጽ ጦርነት ያዋጀው ሰውዬ ከሀጃዋል አርባ ጋራ መቀራረብና መመሳሰል ምንድን ነው ይሄ እስኪ ፍረዱ እናንተ ስለዚህ እኛ ወረራ እያረጋችሁብን ነው ሶሻል ሜዲያ ላይ ያለፈው ጊዜ እኛና እነሱ በድንበር እንደምንጠላ አስመስሎ ይሄ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሚባሉትም አስመስሎ አቀረበ አሁን ደግሞ ይሄ ሰው ደግሞ አስመስሎ እኛ ስንት ዘመን 1941 ጀምሮ አገሩን እንደሚቀሙ የአፋር ክልል እንደሚቀሙ ከሌላ ጀምረን አፋር የዘረፍን የገደልን መተና የሚለው የኢሳ አባል የሆነው የስግግር መንግስት ጊዜ ተወካይ ምክር ቤት የነበሩ አትቡር ሁሴን ቡህ የሚባሉ ሰውዬ በግልጽ እየተናገረ ነው ይህ ሁሉ ዶክመንት እያለ ዝም ብሎ ተነሳስተ ልክ እኛ ላይ አዋጅ እየተዋጀ እያለ አንተ ገለልተኝነት የለህም ገለልተኛ አይደለህም ምናልባት ከነሱ ጋር ያለው ሁኔታ አንተና እነሱ ታውቃለህ ግን ካፊ እንደምንሰማው ከሆነ ግን የነሱ ወግንህ ነው ዜና የሚታቀርበውና ይህን በግልጽ ይቅርታ እንድጠይቀው ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ህዝብም ይህን ነገር ይሄ ሰውዬ ላይ አንድ ነገር እንድትሉ ፈልጋለን እንድትመክሩት እንዲያነሳ ይህን ሀሳብ በግልጽ ይቅርታ እንድጠይቅ እንድታደርጉ ለኢትዮጵያ ህዝብም ለኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማሳሰብ ፈልጋለሁ በተረፈ አገራችን ሰላም ያድርገው አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ